ايه حكايه جهاز تسكين الالم؟ خلاص قربه او خزان السعاده بنملاه كوكتيل زي ما تروحي تشربي كوكتيل مثلا زي الفيديو اللي واضح قدامنا. ايوه ونحطها في الكانيولا اللي أيوة في الايد في على الكانيولا الفيديو. دي بنملاها، والكانيولا دي والخزان ده له ديوريشن وليه مده الفيديو هنا بيوضح لنا مكتوب 300 سي سي دي تقعد 3 ايام و3 ايام 3 دايز بالظبط، وليها تعليقه بيعلقها في رقبته ويقوم يتمشى بيها ويعمل اللي هو عايزه، ممكن يروح بيها. هايل. طيب لو قلنا جهاز البي سي اي هو او جهاز تسكين الم بي سي اي، نحب نوضح للساده المشاهدين بي معناه بيشنت، سي كنترول انالجيزيا، يعني المريض هو اللي بيتحكم في المه. تخيلوا يا جماعه ايه الطفره دي.